كنقدم لكم راسي طارق عشقر مطرب. نتكلم على راسي شويه. كنغني كندير ستريت ارت فن الشارع, غناء في الشارع, وهذه تقريبا مده ديال 4 سنوات ديال هذا الميدان هذا اللي في الشارع. داسوا بزاف ديال المحطات, اللي منهم المحطه ديال طنجه, كانت فاس, مكناس, تازة, مارتشيل, تطوان, ورباط. الرباط هي كانت الانطلاقه الاولى, يعني مسقط الراس ديالي مدينه الرباط. والفنان هو هذا, هاد ديجا كنت قلتها وعاود نقولها, الفنان تيقلب على راسو. والحمد لله, يعني طنجه راه مدينه غنيه عن التعريف, عروس الشمال, مدينه سياحيه وتزخر بالعديد من المواهب ومن المواقع, لا الثقافيه ولا الفنيه ولا هذا, ولا السكنه ديال طنجه اللي الناس يعني ناس طيبين, ومدينه يعني زوينه كتعجبني, لا في الهواء ديالها ولا كلمة في الناس ديالها وهذا. وجيت انايا كبقيه الناس يعني نطور من راسي ونقلب على راسي في هذه المدينه ان شاء الله, وما يكون غير خير. البلايص اللي عندهم علاقه بالميدان ديالي, ولكن هاد الساعه مازال ما كاينه شي حاجه اللي ستابل. الحمد لله كندير هذا الفن هذا وكنفتخر به, وكنظن الميساج كيوصل دخل لقلوب الناس, يعني حسوا بداك الفن ديالي. ما خاصنيش نحبس, خاصني ضروري نكمل. ملي وعيت 5 سنوات 6 سنوات هي بدات كهوايه, يعني بدات كهوايه, ومن بعد دخلت المعهد قريت الموسيقى باش نفهم يعني كومون سا فونكسيون. الحمد لله كانوا تجارب, كانوا محطات فنيه مع فنانه معروفين على الصعيد الوطني, مراحل كيدوز منها الفنان. ايوا الحمد لله, انا كنشتغلوا كنقلبوا على راسنا, ما واقفينش. الشباب الا عندك شي هدف خدم عليه, ما تعقش, ما تخليش الكراهات تحبطك, وتكمل مادام كتامن براسك وعندك موهبه ان شاء الله غتوصل. هذا هو البرانسيب باش كنخدم في حياتي, عندك شي حاجه غتوصل, هادشي اللي كاين. اشتغلت في عده محلات هنايا في طنجه, غير كما قلت لك ما كايناش ديك الاستمراريه, او حيت هذا الدومين هذا اللي بغي نهضر لك عليه مزيان تيكون دي زوبستاكل, كتكون الغيره, تيكون الحسد, كيكون بزاف ديال المسائل اللي تيحاول يهرسوك. ولكن انا كما قلت لك انا شي ما يهرسنيش, انا ديما كنشتغل على راسي, ديما تنطور من راسي ان شاء الله, وباغي نوصل بشي حاجه بهذا الفن ديالي باذن الله تعالى. كنبغي نشكر الساكنه ديال طنجه اللي استضافوني وزعما واحتضنوني, وديما كنبغي نشكر القوات المساعده, الامن الوطني اللي ساهرين على الحمايه ديال هذه المدينه, والله ينصر سيدنا ويبارك في ولي العهد وباقي الاسره الملكيه الشريفه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي, وما تنساوش ديروا جيم.